نتمنى لكم عمر طويل متيجا نيوز، عمر طويل ومديد، وان شاء الله تدوموا وتكون عندكم نشاطات كبيره. فوالا مرحبا بكم في حياتنا الثقافيه. ثانيا فيما يخص انا مانيش يعني مختص في شهر رمضان سبيسيالمون، انا العام طويل نخدم افلام مسرحيات في الخارج، هنا شويه في الجزائر. لا لهذا رمضان ما عندي حتى شيء، ما قدمت والو لانه ما طاحت ليش يعني، ما كانوا السيناريوهات اللي عجبوني ولا، لكن راح نشجع ونشوف التلفازه كما كامل المتفرجين في شهر رمضان. لازم نكبروا شويه ثاني في الفن، وواقيلا نعاود نتلاقاو ان شاء الله العام الجاي بيتات مع الحاج. لكن في هذا الوقت لازم كل واحد يخمم على المسيره تاعو الفنيه، لازم يمشي للخارج شويه باش ما يقعدش، باش ما يكبرش، يقعد شويه جا. فوالا نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير.